هكذا عبر هذا الجريح عن فرحته بهذا الكرسي الكهربائي المتحرك الذي أعاد له الأمل من جديد بعد أن بترت قدميه وهو يؤدي واجبه الوطني في معارك التحرير ودحر الانقلاب. الحمد لله، اليوم صرفوا لنا عربيات كهربائية ورفعوا لنا المعنوية، والحمد لله برعاية محافظة صنعاء حفظه الله. والآن الحمد لله كأننا خلقت من جديد، والحمد لله عربية يعني كهربائيات نقول بها إلى حين ما أشتي أحسن العربية الأولى. ووفاء للوعد الذي قطعه محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف خلال زيارته السابقة لسكن الجرحى بتوفير الاحتياجات التي تخفف من معاناة جرح الجيش الوطني. دشن اليوم توزيع 24 كرسيا كهربائي متحرك لعدد من الجرحى المصابين في مستشفى الهيئة بمأرب، بالإضافة إلى تسليم غسالة مركزية لسكان الجرحى. طبعا اليوم احنا حرصنا انه يعني احنا نزلنا قبل فترة الى المركز هذا جرحى، وعدناهم على اساس توفير لهم بعض المستلزمات، ما في ذلك وفرنا الثلاجة وفرنا الشواية، وعدناهم بتوفير 24 كرسي كهربائي، وعدناهم بتوفير مغسلة مركزية، والحمد لله اليوم دشنا توزيع ال 24 الكرسي الكهربائي للمعاقين موجب كشوفات رفعت إلينا يدا يد واسما اسم، وأيضا سلمنا الآن المغسلة المركزية الذي ستسهم إسهام فعال يعني لخدمة الجرحى. وخلال التوزيع أبدى جرحى الجيش الوطني سعادتهم بالاهتمام من قبل المسؤولين والمعنيين، مؤكدين شكرهم لكل من يعمل من أجل حفظ حقوق الجرحى والمرابطين في الجبهات. إدارة سكن الجرحى عبرت هي الأخرى عن شكرها لمحافظ صنعاء، مطالبة الحكومة الشرعية والمنظمات بتقديم المزيد من الرعاية للجرحى. حقيقة ما يحتاجوا سكن الجرحى من جانب التغذية، اليوم وصل عدد الجرحى عندنا إلى 1000 جريح. أيضا يحتاج سكن الجرحى إلى الجانب الطبي، إلى توفير المستلزمات الطبية. لدينا نقص في المستلزمات الطبية، لدينا نقص في جانب التغذية، لدينا نقص أيضا في جانب التدفئة. التدفئة اليوم دخل البرد بقوة، وأيضا نحتاج إلى بطانيات وإلى غير ذلك. ويبقى ملف الجرحى هو الأهم خلال المرحلة الراهنة، لذا يتطلب بذل الكثير من الجهود والعمل بمسؤولية من قبل القيادات في الحكومة الشرعية، كونه أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال. خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل التخفيف عن معاناة جرحى الجيش الوطني الذين سطروا بدمائهم أروع التضحيات والبطولات. رشاد النواري، يمن شباب، مأرب. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.